ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنه طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وكده احلى يوم، احلى عيد عليكم ان شاء الله. قول يا ندى. كل عيد وانتم معانا وكل عيد واحنا معاكم طبعا. بس يا جماعه النهارده معانا جاموسة. انا هنذبح الجاموسة قدامكم يا جدعان. انا فرحانه قوي، انا عايزين نفسي انا اللي اذبحها. انا هرميكي جنبها كمان شويه. شفت خالي ايه ده؟ شو شغلتني كده ليه؟ لا عادي، يستر يا رب. ايه الجاموسة؟ شو انتوا قاعدين يا جدعان؟ ايه رايكم؟ حلو صح؟ تعالى نروح نرخم عليها ونرخم. لا روحي انت يابا. هرزها شويه ولا هي هتتذبح؟ لا تروحي؟ روحي يابا. تعالى معايا. ممكن تبتني. ممكن تبتني يا ماما. ماليش دعوة. ها؟ هتيجي معايا؟ مش جاي. لا. تعالى بس. لا. يابا. خش يا كبير. دخلي هنا يا جماعة لا يذبح الجاموسة. لا لا ما تخافيش. شنطة يا بيه. دي جاموسة ولا بقرة؟ وعبد الخير اللي هيشجع في حوار الجاموسة. انا اللي طيب قولها بعد ما الدم 13 كله عليه. انت اللي هتذبحي ولا مين هتذبح؟ يعني امها عارفه ان هي هتذبح؟ انا بسمع ان الحاجات دي بتحس، بتبقى عارفه، بيبقى عندها احساس. هتكلمها ولا ايه؟ تكلميها. لا غسليها، اعملي لها كده. انت عارفه انت بتذبحي؟ احنا قاعدين طول بنك بتدبحي يا بيه، عارفين ازاي سودا سودا في بيضه جوه هتطلع لك، بس انت بقى البيضه بتاعتك ما تركبها. نفسي والله العظيم. هو ده خايف من الجاموسه؟ محمود خايف. اه بص محمود خايف، احنا ممكن حزبت جعوار. خايف من الجاموسه؟ انا بخاف منها. قول لها ان انت هتدبحي. يلا قول لها ان انت هتدبحي. اه بس عشان صعبانه عليا. لا عم دخل سابنا ودخل ينام في العربيه. ده كله عشان هبه ما جاتش معايا. عايز يغني. انا مش عارفه العربيه الجربانه اللي ما بتتروقش ديت. عبد انت زعلان عشان هبه؟ بس عشان هبه مش معاه والله العظيم، قاعد زي متطلقه اللي جزء سبعه في الحرب. انت بتعيط؟ عارفه حد من ساعه ما لبست لينسز الدنيا مش عارفه حاجه اتغيرت علينا كده. بص يا جماعه اتغيرت من ساعه ما لبست لينسز. خلاص بقى لبست لينسز فخلاص. انا قلت الناس اهو. انا ما لا بقول لك ايه، اذبح يا جماعه. طبعا انا خلنا ده ولا حاجه والله، ولا بفرحي ولا بدنيا. هم صورنا، هصور كل الناس اللي زي حفي مش بتاعي. لا هيجري ولا يعمل ايه يا جماعه؟ العجل طالع اللي بيقولوا عليه محترم. استنى اقول لكم محترم. شوفوا المحترم اللي بيزق على البادي وغدا. محمود خبيني ولا بصي بصي. لا ده عارف يا عيني، اريد الادب. عارف اللي هيدبح؟ عارف والله. عارف ولا لسه؟ عشان مش راضي يطلع. يا عيني يا جدعان والله العظيم صعب عليا. دول عايز يطلع. ايوه اقعد. ايه ده هم غمروا عينه ليه؟ عينه مقفوله. طبعا يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، الحاجه دي بتاعت ندى مبروك وعبد الرحمن ومحمد مبروك ودنيا شريف، هم الناس دي ومحمود طبعا. يعني الناس دي كل سنه وانتم طيبين. ام هدير طبعا ربنا مش عايزين نسمع. لا يعني دوري حمدي. تعال حمدي. هتزعلي عليا؟ هتزعلي عليا لو جرالي حاجة؟ يلا يلا الو يلا الو يلا. ابعد عشان الدم، ابعد عبودي عشان الدم. خش صوتي كده. لا عبد محمد اللي عايز. محمد جري، محمد جري، محمد جري، ودنيا جريت، ومحمد جري. كملي كده سواء حمد.
وكنت عايز نروح اقف جنبه. ضحكتك زي العجله ده، بدات رفصي وتهزي دماغك كده. طب ليه؟ طب ما انت فيكي لحمه اكتر مني، نذبحك انت. لا لا لا، انا لحمتي سودة. محمود عجب الكلمه قوي. عارفه اللي فيها؟ انا عارفه اللي فيها، مش هرد عليك. شفتي انت مطقمه بقى ولابسه لبس العيد وجايه عشان تذبحي؟ شفتي انا لابسه لبس العيد، في الاخر هنروح ننام كلنا طبعا. انتش من امبارح شايف عبده؟ انا نايم. طايله ولا لا؟ لا لا. انت طايله اهو. طايله. بحبك. تحبيني؟ بحبك. بس يا جماعه محمود واقف هناك ومطنشني ومش مهتم بيا. طلقنا انا ومحمود، قعدنا زي الغلابه. لا والله. مالك يا حبيبي؟ انا زعلان عليا. هي بقره ولا جاموسه؟ هي ست. ست؟ ست؟ اه. طب ما هي بقرة او جاموس؟ يا المنقطة اسمها ايه؟ وجاموس؟ بجرموس. جاموس ده، جاموس دي جامعة. هي المنقطة بتبقى اسمها ايه؟ المنقطة بتبقى اسمها ايه؟ اه. هي المنقطة دي عامة يا جماعة. بس. وست. هي ممكن اقول لك على حاجة. المشكلة ان محمود زعلان عليها انها اتذبحت. او انها مشتت. كانت لازمتها ايه؟ اما تعمل كده؟ اما تودع عيني و دي كانوا قافلين لها عينيها. وبص في حلقة مجزرة دلوقتي. صح، كانوا قافلين عينيها ليه؟ يقول لك عشان حرام تشوف نفسها وهي بتتذبح. او تشوف نفسها ايه؟ لا لا، حرام تشوف الناس شايفاها وهي بتتذبح كده. زمان هي قالت لكم كده. اه اه. انت غاويه كده. بيصعب عليها نفسها. عايزه الغاويه تجيب اللي في ايدي الشمال يعني. بيصعب عليها نفسها. حودة. ما تجيبيش اللي في ايدي الشمال عشان الناس ما تقولش حاجة. ما ينفعش يظهر في القناه. بقول لك ايه، ده اول عيد كبير ليك معايا صح؟ اه طبعا. ومش اخر عيد على فكره. كل عيد انت معايا. ده احنا اللي معنا كده هنجيب الخروف. خروف ولا عيد ولا بار؟ اي حاجه. هما فرختين. طبعا في العربيه عبد ومحمد ودنيا اكيد شايفين خيالهم اهو من العربيه. قاعدين. واللي هيسالنا ويقول لنا هبه ما راحتش ليه؟ هبه ما راحتش ليه؟ هبه ما راحتش ليه؟ هبه بتخاف من الدم ومن الحاجات دي فما جاتش. بنت حامل برضه يا جدعان. الانفه بتاعت اللي حوالينا كده.